تعرف عنا مهمة خير لمين عم تدق؟ هلا بتعرف ألو دكتورة بيان. يعطيك العافية دكتورة، معك جاد من مكتب الأستاذ غمار. إيه أهلا. بعتذر كثير إني عم بحكي نيابة عن الأستاذ غمار، بس هو مشغول شوي وطلب مني إني رتب موعد معك، بده يشوفك، في حكي كثير بده يقول لك إياه. حابب كثير. حابب كثير إنه يشوفك. بيناسبك الساعة 8 تكون السيارة عندك تحت البيت؟ لحظة لحظة، لشو بده يشوفني؟ إذا عنده شيء هلقد ضروري فيه يحكي معي على التليفون. مرحبا دكتورة. إيه غمار؟ ظهر آخر لقاء صار بيناتنا حصل سوء تفاهم كبير، مشان هيك أنا اليوم حابب أعزمك على العشاء الساعة 8، بركي بنقدر نحل هذا السوء التفاهم. ما في ضرورة نتعشى وما في ضرورة نلتقى أصلاً، اللي بدك تقوله فيك تقوله هلأ. ما في مجال ابدا تفكري انك تلغي العشاء لانه الشباب اوريدي حجزوا بالمطعم. والله وانت عندك هالقد ثقه انه انا رح اقبل اتعشى معك؟ لانه اذا ما وافقتي الحقيقه ما عندي احتمال غير سندويشتين شاورما، حروح اشتريهم واطلع لعندك على هالمستشفى، اقعد انا وياكي بهالمكتب وناكلهم. فامام الاحتمال الثاني ما عندك غير انك توافقي على الاحتمال الاول. لا انت هيك عم تعقدها، ما عم بتسهل. معناها وافقتي؟ لا معناها شاورما دكتوره. طيب اوكي، رح اقبل شوفك الليله لانه انا كمان عندي كتير حكي بدي اقول لك اياه لاخلص من هالقصه بقى، بس مانا وارده اشوفك بالمطعم قدام العالم. اوكي خلص ما تاكلي هم، انا بظبط الامور وببعث لك الشباب بيكونوا عندك الساعه 8. معي سياره ما تعطل عمي، بس انت قل لي وين انا بلاقي لك. امنيا ما بقدر خبرك، بس خلص الساعه 8 بيكونوا الشباب عندك ان شاء الله. طيب اوكي باي. باي دكتوره. شبون هاو كتير عادي. ييش انا رح على العرس؟ بيان بشرفك انه لا حد شوف ابن الغانم. طيب شو يعني ابن الغانم؟ ايه وشو يعني؟ انه ما تفهميني غلط يارا، انا ماني رايحة اتعرف عليه وحبه، انا رايحة اقول له عمول معروف عم تزعجني ظهر من حياتي، بس ما كان يفهم علي على التليفون، قلت اوكي بروح بشوفه وجه بوجه. طب اوكي انه ما فيك تلبسي شيء ما بعرف قصير سكسي احمر يارا؟ ليه ما عم تفهم علي يا حبيبتي؟ عم قلك رايحه اتخانق معه، يعني ممكن اليوم يركب مشكل تيجي بتقلي البسي له احمر، كيف يفهم هيدا؟ بعدين انا هاو تيابي هيدا ستيلي ما بغير كرمال حدا. مش مثلك. شانزديك. ما بغير انا. يلا ما تغير الحديث. شو عملتي مع رامي؟ طيب انا لازم امشي، باي. يلا هربي مثل العاده. زيح. اخ زيح. اوكي بدك روحي عنده روحي. قدر قدر. ما بدي ارجع عدليك، نصيحة من اخت لاخت، بس الشيء احلى، ما تجرسينا. خلص عملك، فلي. اوكي باي، اعملي بدك اياه.